معاه على التليفون خبيرنا التحكيمي ورئيس لجنه الحكام السابق وعضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم السابق كابتن عصام عبد الفتاح. حاجه عظيمه جدا في التحكيم. يا كابتن عصام مساء الورد واهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير يا ابراهيم ومساء الخير على كل مشاهديك الكرام. وحشني قوي. طيب وحشني قوي. وحشني كتير. انت وحشني كتير والله. اخبار حضرتك ايه؟ كله كويس؟ كله بخير والله الحمد لله. الحمد يا رب لله. دايما. طيب هعرض لك اللقطه بتاعت الماتش اكيد وحضرتك حفظتها ومصر كلها حفظتها. عاوز بس اعقب على حاجه مهمه يا ابراهيم. اتفضل. حاجتين، الحاجه الاولى ان انا عمري ما طلعت حللت حاله تحكيميه بعد ما سبت الحكام لسبب بسيط بس. إيه هو؟ ما حصلش لغط ان انا ابقى الناس تميزني مع او ضد او بهاجم التحكيم او مع التحكيم. دايما بحب ابقى بعيد وادي ارائي من بعيد، ولكن الحقيقه اتزج باسمي في اكثر من وسيله اعلاميه ان انا قلت رايي وقلت قراري في هذه الحاله. فكان يعني فيها شويه يعني تجني وعدم يعني شيء حصل ما كانش حقيقه الحقيقه. طيب. الحاجه الثانيه قبل ما اعقب ايضا ابراهيم. اتفضل. ان انا بتمنى من اسس التحكيم بتمنى ان احنا لازم نكون اكثر يعني وحده واكثر قوه من اجل التحكيم مش من اجل الكرسي او من اجل ان احنا بنحارب بعض عشان شيء زايد، لان في النهايه هيبقى التحكيم واحنا كلنا زائلون. ده اللي كنت عاوز اقوله بس، وعاوز اقول من بعض المحللين يعني كنصيحه من اخ اصغر او اكبر ان في النهايه قول رايك بدون تاثير زي ما حضرتك قلت بدون تاثير بلون الفلن. حتى النهارده انا لما اجي اكلمك يا سيدي على اللاعب الاصفر او اللاعب الاحمر مع احترامي للناديين، لو احنا هنناقش اللعبه اللي هي كانت مسار جدل في مباراه الاهلي ووادي دجله. ماشي. انا هعرضها لحضرتك عشان عندي كمان كذا سؤال بقى فيها. تعال نتفرج عليها كده واجيبها لك يعني بكل وسائلها بقى وحاجة تقول لي رايك ايه. اوكي يا بري. انا بعرضها لك اهو يا كابتن وهعرضها لك بالتصوير البطيء بقى اللي هو على مهله خالص. انا شايف انت بتجيب لنا لحظات الاحتفال دي ما احنا حفظناها يعني، هتقول لنا اللي بعديها. اللي احنا عاوزين نقوله هنا ابراهيم ان الهدف تم احتسابه من حكم المباراه وطاقم التحكيم الموجود في المباراه. ثم حصل ان الفار من طبعا من ضمن واجباته ان البعض قال الفار لا يتدخل في مثل هذه الحالات، لا الفار يتدخل في اربع حالات يا ابراهيم. أيوه. لو في حاله طرد مباشر، لو في حاله ان الحكم ادى انذار بالخطا او طرد بالخطا لاحد اللاعبين وما كانش هو المفروض يطرد، يعني طرد رقم خمسه والمفروض يطرد 10 مثلا. أيوه. او انذر رقم خمسه والمفروض ينزل 10 مثلا، فهنا يتدخل الفار. وايضا هدف او لا هدف، يعني مثلا لو في هدف تم احتسابه وكان في خطا قبليه. أيوه. يرجع يراجع هذه الحاله. نروح يا ابراهيم للحظه لعب الكوره، لان احنا هنا الفار لغى لان قال من وجهه نظره، مش هو اللي لغى، الحكم يعني هو استدعى الحكم للمراجعه على اساس ان في خطا تسلل حصل قبل احراز الهدف. هنشوف هنا لحظه لعب الكوره يا ابراهيم. ايوه. هنشوف ان هنا رقم اربعه اللاعب الاصفر رقم اربعه في موقف تسلل. ايوه مظبوط. واضح تماما. مظبوط ما فيهاش شافعي ومالكي. أيوه. وابو حنيفه تسلل. متى يعاقب هذا اللاعب؟ يعاقب اذا عمل ثلاث حاجات، اذا تدخل في اللعب. ايوه. تمام. وفي هذه الحاله هنا لم يتدخل في اللعب. كسب ميزه، هنا ما فيش كسب ميزه. نمره الباقيه التدخل مع خصم، هل هو تدخل مع خصم؟ عندنا اكثر من حاله تدخل مع خصم. هل هو اثر على هذا الخصم؟ هل هو حاجه برؤيه على هذا الخصم؟ هل هو تنافس على الكره مع هذا الخصم؟ ما فيش غير حاجه واحده بس اللي هنروح لها، وهي هل هو اعاق تقدم هذا الخصم؟ هنشوف في القانون بيقول ايه؟ لو اللاعب، عشان بس لازم نكون محددين في الاجابه، لو اللاعب اللي في موقف تسلل ايوه تحرك من مكانه او كان مازال واقف في مكانه واعاق حركه اللاعب الاخر او المنافس او المدافع واعاق حركته والاعاقه دي سببت حاجتين، اثرت على قدرته على لعب الكوره او منعه من التنافس على الكوره.
يعاقب بالتسلل. طب نشوف رقم اربعه هنا واقف تماما فين او راح في اتجاه مين؟ لاعب النادي الاهلي. طيب نرجع بس عشان بس اوضح حاجه انا بشرح للحكام وللساده المشاهدين. ايوه ماشي. هنا يا ابراهيم هنا لاعب وادي دجله رقم اربعه واقف تماما في طريق لاعب النادي الاهلي. انا هسالك سؤال يا ابراهيم. لو شلنا اللاعب ده لسه الكوره فين يا ابراهيم؟ شايف الكوره فين؟ لسه الكوره يعني تقريبا بعيده تماما، بعيده تماما عن اللاعبين اذا كان رقم اربعه او لاعب النادي الاهلي او اللاعب الاخر اللي هو يعتبر خلفهم من وادي دجله وفي موقف سليم مش موقف تسلل. لو شلنا اللاعب رقم اربعه ده هل اللاعب رقم 12 هيروح يجيب الكرة ولا لا تقصد؟ بالظبط. طب خلينا نشوفها كده. هل قدرته على لعب الكرة لو رقم اربعه ده مش موجود، هل عنده الفرصه انه يروح يتنافس على الكرة انه يروح للاعب اللي هو لاعب وادي دجله اللي في الخلف؟ طب حضرتك شايف ايه؟ اكيد كان هيروح يا ابراهيم، خلينا نكون واقعيين. اكيد كان هيروح. اكيد كان هيروح لان خلاص اللاعب رقم اربعه. ارجعوا يا شباب، ارجعوا يا شباب، ارجعوا يا شباب، احنا مش عايزين. ايوه احنا عايزين اللعبه اللي هي الجزء الحواري فيها، يعني انتوا جايبين لنا اللي بعديها دي ما فيهاش. احنا بس احنا بنتكلم على اللايف مش هنعيد كتير هنا. فقط بس هنا نقف هنا. لو رقم اربعه ده يا ابراهيم وشوف الكره هتاخد مسافه في الهواء، المسافه دي بتساوي وقت، الوقت ده هيخلي اللاعب الاحمر يروح يتنافس على الكره لان رقم اربعه ده مش موجود في الصوره، لان رقم اربعه اثر على قدرته على انه يروح يتنافس على الكره. هو ده اللي احنا نتكلم. طيب كمل الكره كده. حتى يا كابتن لو الكره هنا مش مشتركه، يعني الكره هنا مش مشتركه بين لاعب رقم 12 واللاعب رقم اللي لعب الكره بدماغه رقم اعتقد 5 أو 6، يعني الكره مش مشتركه، الكره بعيده عنه، يعني اقصد بعيده عن لاعب الاهلي نفسه. ممتاز يا ابراهيم اللي انت بتقوله كلام ممتاز، لكن لو نرجع لحظه لعب الكره رقم اربعه ده توجه في هذا المكان وانه راح في اتجاه اللاعب الاحمر وقال ده اثر على قدره، لو ده مش موجود يا ابراهيم نشيله من الصوره، هل اللاعب الاحمر كان عنده الفرصه انه يروح يتنافس مع اللاعب ده؟ شوف الكره فين يا ابراهيم؟ الكره لسه ما طلعت، يعني دوبك طلعت. تقصد انه يقدر يلم نفسه ويروح يروح يدافع على الكره دي؟ لان اللاعب اللي في الموقف التسلل ده هو اللي اثر على قدرته انه يروح يتنافس على الكره، لانه لو مش موجود في هذا المكان، لو ما اعاقش هذا اللاعب كان اللاعب الاحمر هيروح يتنافس على الكره. ده القانون يا ابراهيم، انا بكلمك بالقانون ما بكلمش باي شيء. طيب نروح لتدخل الفار، هل تدخل الفار هنا كان صحيح او لا؟ طبعا لان في هدف احتسب. فالفار بيوصل حكم انه يجي يراجع ان لاعب رقم اربعه ده اثر على قدره اللاعب الاحمر، اللاعب الاصفر يعني، اثر على قدره اللاعب الاحمر في انه يتنافس على الكره. هو ده انا بكلمك بالقانون، مش بكلمك بالالوان او باي شيء اخر. هو ده اللي احنا لازم نشرحه للناس. هو ده اللي احنا لازم نقوله للناس او للحكام يعني بشكل واضح. فلو شلنا اللاعب ده انا سالتك انت اللاعب بتاع النادي الاهلي ايه اللي هيضايقه ان يروح او ايه اللي هيمنعه ان يروح يتنافس على الكره؟ طيب ما انا برضو سالت حضرتك سؤال مفصلي برضو عشان الناس بتسال السؤال ده. الكره اصلا بعيده عن مدافع النادي الاهلي، الكره اصلا بعيده عنه، يعني احنا هنا بنفترض، احنا هنا بنفترض وفقا لحضرتك او وفقا لتفسيرك، احنا بنفترض ان لعيب الاهلي هيلحق يجيب الكوره. هل ده موجود؟ هل ده موجود في القانون ان هو هيلحق؟ ده موجود طبعا. انه هيتنافس على الكوره، انه هيقدر يتنافس على الكوره. لو اللاعب الاصفر رقم اربعه مش موجود في الصوره او ما اعاقش تقدمه اكيد كان هيروح عنده الفرصه انه يتنافس على الكوره. ومن الحاجات الاساسيه للتداخل في اللعب هو الاحتكاك البدني، وعندنا في الماده 11 عندنا ممكن نعاقب حتى كمان في القانون يا ابراهيم اضافوا جزء من الماده 12 للماده 11 ان لو اللاعب اللي في موقف تسلل ده اعاق حركه المنافس، اعاق حركته ممكن يعاقب. لو حصل تلامس وكان في اعاقه بالجسد ممكن يعاقب بالماده 12 بركة حرة مباشره، او لو اثر عليه انه يروح يتنافس على الكره او اثر على قدرته من لعب او التنافس على الكره يعاقب بالماده 11. طيب تصنف هذه الحاله من الحالات الصعبه ولا من الحالات السهله؟ حاله، انا من وجهه نظري حاله سهله. حاله سهله، يعني القرار اللي اخده الفار هو قرار صحيح وكان سهل. طيب ما هو اذا كان هو قرار سهل
لماذا هذا الجدل التحكيمي والاختلاف في وجهات النظر التحكيمية حول يعني خبراء التحكيم اختلفوا؟ طب اختلفوا ليه؟ طالما القانون واضح ليه له تأويلتين؟ افهمها بقى. بص 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 يا ابراهيم، لكل واحد رأيه يا ابراهيم، كل واحد رأيه حسب يعني حسب قدراته العلمية وقدراته على تحليل الصورة. وكلنا، وانا بحترم كل الاراء على فكره، بحترم كل الاراء، ولكن انا مش عاوز نروح لنقطه اخرى يا ابراهيم. ايه هي؟ الالوان. انا على فكره يعني انا اول مره احلل حاله تحكيميه، لاني بعتبرها حاله تعليميه. حاله تعليميه. طيب طالما حاجه بتعتبرها حاله تعليميه، اذا هي حاله صعبه. مش انتوا بتقفوا قدام الحاجات الصعبه؟ لا يعني حالة تعليمية ايه يا ابراهيم؟ انا ما قلتش حالة صعبة، لكن هي حالة تعليمية ان احنا نثقف المشاهد، نثقف المتفرج، لان احنا دايما بيحصل جدل حول التحكيم. فاحنا انا من 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 من, من رايي ان الاعلان لازم يكون له دور كبير يا ابراهيم في تثقيف المشاهدين في خاصة في التحكيم. صحيح. لان ده بيعمل بلبلة كبيرة الحقيقة يا ابراهيم. طيب دي وجهة نظر عظيمة جدا، وأدينا برضو بنعرف وبنعرض، والأهم من كل ده أنه الحالة دي من الآن ستصبح هي حالة مسطرة على حكامنا بقى وحكام الفار، أن هم ياخدوا بالهم منها علشان الناس بعد كده هتقيس على الكرة ديت فيما هو قادم. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا كابتن عصام، وبتمنى لحضرتك كل توفيق. حكمنا الدولي السابق ورئيس لجنة الحكام الرئيسية السابق وعضو مجلس إدارة الاتحاد أيضا كابتن عصام عبد الفتاح، ووجهة نظر في الموضوع ده مهم. يعني أنا بس إيه عايز أقول لكم على شوية تفاصيل كده يعني مهمة. الدوري ده محسوم، يعني الدوري ده النادي الأهلي فارق 20 نقطة، ورغم كده أنا بشوفها دي من مميزات الدوري عندنا يعني. ورغم كده إحنا لسه بنتابع الدوري، ورغم كده لسه المنافسات بتاعت الدوري موجوده، ورغم كده الناس بتروح تتفرج على الماتشات، ورغم كده الناس بتتابع الحالات التحكيميه، ورغم كده الناس بتبقى عندها كل الجدل ده. انا بشوف انه والله طب كويس، يعني ما اعتقدش يا محمد يا شباب الناس اللي يعني ما اعتقدش انه في دوريات بتبقى محسومه قوي بالشكل ده وفي فارق 20 نقطه والناس تستمر في المتابعه وتستمر فلفل وشطه الدوري المصري والحاجات دي، انا بشوفها ممتعه. اتمنى ان الناس يعني اللي يزعل واللي يغضب واللي يبقى عنده الجدل واللي عنده الحته دي يعملها من غير ما ده يضغط على اعصابه، من غير ما يتضايق، من غير ما الغضب ياخد ابعاد اكتر من يعني من حقها، يعني بالراحة عشان صحتك أهم من أي حاجة، بالراحة عشان دي كورة في النهاية، بالراحة عشان دي حاجة المفروض إنها حاجة سنوية بالنسبة لك، يعني عندك مسؤوليات وعندك بيت وعندك شغل وعندك ضغوط وعندك وعندك، فما تدخلش نفسك في الدوامة ديت. بشوف ناس حقيقة من كل الأطراف، حقيقة من كل الأطياف، أهلاوي زملكاوي من كل الأطياف، حقيقة الموضوع بالنسبة لهم بياخد حيز بعيد، كورة حاول نتبسط بيها.